فقلت لا اقراه بقى، الموضوع خطر يعني. سعودة الاهلي؟ لا ده احنا في داخلين في طريق خطر. ايه بقى سعودة الاهلي؟ قال لك الاهلي لعب مع اتلتيكو مدريد في مصر، ماشي، ودي سعودة لانه اللي جاب الفريق المستشار تركي آل الشيخ. سعودة ايه؟ ما فهمتش السعودة فيها ايه، ايه علاقة ده بده يعني؟ يعني لما يجي لك اتلتيكو مدريد واحتفالية وانت تحت شعار لا للارهاب، حاجة محترمة وبتجيب نجوم من العالم وبتجيب نجوم من السعودية وبتجيب نجوم من الامارات وتجيب نجوم من البحرين وتجيب نجوم من الاندية المصرية، وقال لك والدليل ان محمود كهربا شارك، فده اكبر دليل انه الاهلي دخل في طريق السعودة. انا ما بقتش عارف سعودة ولا شعوذة يعني، ما يعني دماغي لفت يعني. فقلت اكمل. قال لك وكمان الاهلي اللي زاد الطينه بله انه راح لعب ماتش اعتزال فؤاد انور في السعوديه، وفؤاد انور ده معتزل من 15 سنه، لا من 25 سنه، لا من 55 سنه، بتكرم رمز من الرموز الكبيره زي فؤاد انور يعني. وده راح، وده برضو بناء على دعوه من السيد المستشار التركي الشيخ رئيس هيئه الرياضه، رئيس شرف الاهلي، رئيس الاتحاد العربي. الاهلي بسم الله ما شاء الله خد مقابل مادي كبير جدا وراح، والمباراه كانت كلها مكاسب ولاعيبه كتيره جدا لعبت، والاهلي راح بطياره خاصه ورجع على برج العرب بعد 48 ساعه، لعب اتحاد سكندري قدم افضل عروضه فاز 3-0. فبرضه قعدت اضرب دماغي في الخلاط، ايه علاقه ده بالسعوده برضه؟ ما انا مش فاهم يعني، فين الحاجه يعني؟ يعني فين موضوع يعني الدين؟ عايز امسك حاجه، عايز امسك حاجه في ايدي عشان اعرف اتكلم عليها. الاهلي منح الرئاسه الشرفيه للسيد تركي آل الشيخ. طيب ما منح الرئاسه الشرفيه قبل كده في عهد الكابتن صالح سليم للامير عبد الله الفيصل. اصل الاهلي بيعمل استاد، طب حاجه حلوه يعني ولا يعني؟ ما احنا عندنا مليون مشروع في مصر ما شاء الله، تمويل سعودي وتمويل اماراتي وتمويل كويتي، وكانت في مشروعات تمويلات قطريه، وفي مشروعات تمويلات انجليزيه، وفي مشروعات امريكيه، في هو الاستثمار اظن في العالم كله، مش كده؟ شو لك جذب المستثمرين، تعالى مستثمر، وبتغير القوانين واللوائح والموضوعات كلها عشان المستثمرين يجوا، ولا انا مش واخد بالي؟ حد يا جماعه بس يقول لي عشان ابقى عارف يعني. النهارده انا على فكره مش سامعكم خالص لان تقريبا ما عنديش صوت، فعلوا صوتكم قوي عشان اسمعكم. فحد يقول لنا يعني، حد فهمنا عشان نبقى عارفين يعني نجيب استثمار ولا ما نجيبش. انا لما يكون عندي فرصه للاستثمار وعندي شراكه بقى مع مستثمر ايا كانت جنسيته بعيدا عن الاعداء، الله، وانا مش كل شويه عمال اعمل قانون استثمار وعمال اعمل اللائحه التنفيذيه بتاعت استثمار، الله، وهي ما كانتش امرطه الاهلي ولا امرطه الكره المصريه لما رحنا لعبنا في استاد هزاع بن زايد السوبر 3 مرات ولا مرتين، يعني لعبنا في الامارات 3 مرات سوبر وكلنا سعداء بده، ولا انا مش فاهم يعني؟ انت النهارده بتروح بتنظم كاس السوبر في الامارات 3 سنوات ورا بعض، هو ده حلو ولا وحش ان انت تروح؟ ما احنا عمرنا ما كنا بنلعب ماتش السوبر بره، واول ما حد يناجم قال لك لا ان احنا نلعب سوبر مرة، قلت لهم ليه ما يتلعبش بره مصر ليه؟ ايه الحدوته ان السوبر يتلعب بره مصر؟ ده حاجه جميله انه يتلعب بره مصر، ده حاجه روعه ان السوبر يتلعب بره مصر، وتلاقي الملاعب على اخرها ومليانه على اخرها، وتلاقي الجمهور. احنا لعبنا الاهلي والمصري بجمهور في الامارات، ما قلتش ليه امرطت بقى الاهلي ولا امرطت الكره المصريه؟ يا جماعه لو عايز تهاجم هات حاجه هاجم عليها عشان نساعدك، هاجم عليها صح عشان بجد عشان اساعدك عشان اقف جنبك. لكن زي الاخ اللي عمل، هو اللي عمل، بقول لكم هو اللي عمل موقع فيك لهشام سليم، وعشان هو ما بيفهمش راح عامله هشام صالح سليم، وراح كاتب شويه اخبار، وبعدين راح رد قال لك انتوا مش هتحققوا زي ما حكيت لكم امبارح.
انتوا ايه الكلام ده فين؟ وبعدين يقول لك العمري النهارده بيقابل الوزير، العمري النهارده كان في اجتماع مجلس اداره بيتم اختياره نائبا لرئيس شركه الاهلي للانتاج الاعلامي. قال لك هيقابل الوزير عشان يقدم استقالته. في حوار مع الصديق العزيز بعد ان اكتشف العمري فاروق كل، يا اخي لما تكون كذاب خليك كذاب دمك خفيف. حتى النصاب بيبقى ساعات دمه خفيف، انت نصاب كمان دمك يلطش، رزل دمك رخم رزل. ده اللي عمل الفيك، لكنه الحقيقه المقال انا والله بجد قعدت عايز اطلع منه بحاجه، انه الاهلي لعب مع اتلتيكو مدريد هنا، وان الاهلي راح لعب في اعتزال فؤاد انور المعتزل منذ 15 سنه. ايه اسم ورمز وقيمه كبيره جدا، والاهلي لقى عنده فرصه متاحه انه ممكن يسافر وسافر، والملعب كان فول على اخره، وحقق نجاح غير عادي. اللقاء حقق نجاح غير عادي هناك بشكل غير عادي، والجماهير تبعته هنا بشكل غير عادي، واللاعب كان مبسوط واللاعيبه كانت مبسوطه هناك باللعب، وعلم مصر كان منور الدنيا، والجماهير والعائلات والاسر والاطفال، وكان يوم سعاده. ايه علاقه ده بسعوده الاهلي لما نعمل مشروع؟ ايه كل قصه حضراتكم مدينه الاهلي الرياضيه، استاد النادي الاهلي اهو، دي سعوده الاهلي اللي انتم شايفينه كده، سعوده النادي الاهلي ان الملعب فيه 28000 متفرج، منهم 26000 متفرج مصري او يزيد. الاول قال لك ايه؟ الخطيب ينحني، فلما